مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الفنونات. مؤخرا مجموعه من الفنانين صبحوا عندهم صراعات على ابناء ديالهم، وكاين بعض الفنانين اللي تخلاو على ولادهم. موضوعنا النقاش حول هذه الظاهره. غادي نشوفوا الوطن المغربي شنو رايهم بعض الفنانين اللي كيتخلاو على وليداتهم من بعد الشهره. بغيت تعرفوا كيفاش غيتفاعلوا مع هذا السؤال، لنتابع. بزاف كيكون والو ما عنده لا ريال لجوج، ملي كيتشهر صافي كيسامح ولادو وكتبان ليه شي وحده اخرى، كيولي كيمشي مع هادي ومع هادي ومع هادي وكيبقى غادي بحالك. هذاك ماشي راجل، لان ملي كان فقير كانت معاه غاديه معاه. هو الولاد راه هي المراه، الا سامحتي في المراه سامحتي حتى في ولادك. واذا كيشك في مرتو سامحتي في مرتك ما تسامحش في ولادك باي طريقه. هذوك ولادك ديالك انت. انا فنان ولا فنان بحال دابا كنهضروا على الفن بصفه عامه، كنتي فنان وتشهرتي وداك الشيء تسامح في المراه كاع في المثال، ولكن ولادك ما تسامحش فيهم. هذا هو الواقع. هذا سؤال حرج، اللي تسمح في ولادو ما مربيش، تعتبر اولا ما مربيش، وثانيا الفن. لا بلاتي، الفن بالنسبه ليا ثقافه، وبالنسبه ليا زعما شيء مقدس الفن، والفنان تيكون عنده تيترقى بالاخلاق وبالتربيه وبجميع المسائل اللي تجعله يكون يعني عنده حضاره فكريه ونفسيه وروحيه. ولكن غيسمح في ولادو؟ اسمح لي، هذا ماشي فنان. الجواب ديالي جواب واحد، الرجوع الى الله لا غير. انسان اللي رجع الله عرف حقه وحق الزوجه، الحق عرف حقوق الزوجه على الزوجه وحق الزوجه على الزوج. الابناء هما اللي كيضيعوا، ولكن سببهم الوالدين. لا ما خصوش يتعامل معهم بهذه الطريقه هذه، خصو يحاول يتقرب من ولده ولا من بنته ويحاول يوعيه وينبهو. حيت هو فنان قدوه. فنان قدوه للناس، خصو يكونوا ولادو حتى هما بحالو. لا ما يسمحش ولادو لا، طبيعه الحال هو خصو يعطينا واحد العبره عليه، لانه هو راه تبارك الله انسان دموس السوا ومعروف، وهذه حنا كنستافدوا من الناس يعني اللي واصلين منهم كنتعلموا يعني الطريقه ديال التربيه، انك تخلى على ولدك هذا ماشي صراحه الله ماشي معقول. شي اخويا تنقول لك، حيت المال تيتلف الفنان تيتشهر وتتكثر عليه شويه الفلوس، وهادي تيبدا السهرات عاوتاني وهادي تيعاود يعيش حياه اخرى ما على بالوش. هذيك طبيعه الحال، ولكن ماشي الاغلبيه. وهادشي راه دابا حنا تنسمعوه ولكن ما تنعيشوش معهم. ما تيبدل اي واحد، لا فنان لا لعيب لا اي واحد غادي يتبدل. واعل الحال، واعل الحال اليوم حتى واحد ما تيقدر يسخب ولادو. دابا حنايا اش نقول لك، دابا نتايا ملي كثر عليك شويه المال، هذا مثال نقول لك، شويه تبدل وشويه غادي ما يبقاش عندك هذاك الشيء اللي هادشي غادي فيه. ما خصهمش هاد الفنانين يتخلاو على ولادهم، حيت ولادهم هما الاولين. ماشي يتبعوا السهرات وينساو الاطفال ديالهم، يعني خصهم يبقاو مع ولادهم. يعني ماشي انا في النظريه ديالي، ماشي الشهره وينساو ولادهم. زعما ولادك هما الاولين في الحياه، هما الاولين، هما اللي غتلقى في المستقبل ديالك والحياه ديالك. الفن راه غادي، ماشي هو الحياه كلها. ما كاينش الانسان بحال الاولاد ديالو، الفن كينتهى والاولاد كيبقاو طول الحياه. انك ممكن تجبر وليداتك في المرض، في الحياه ديالك، في اي حاجه كتجبر وليداتك. الفن عنده واحد المرحله وربما يتسالد كبر وتحيد عنه، وان وليداتك غادي تجبرهم. ولادك ما كاينش في حالهم، كنقول لهم الله يهديهم والله يرد بينا وبهم الطريق الصالحه، ويردوا البال وليداتهم وراسهم ان ما غينفعهم الا الاولاد لا في الدنيا ولا في الاخره. الفن كامل دايز فطره الانسان، خصو يحمي وليداته ويتهلا فيهم ويوعيهم ويقريهم بزاف د الحوايج. عنده مسؤوليه، ملي هو غيتخلى على المسؤوليه يتخلى على راسو هو اصلا. خصو يكون قدوه، حيت هو غيكون القدوه ديال وليداته. كنا ديال غير وليداته بعدا هما الاولين، حيت كل واحد كيصلح راسو في المجتمع. يلا صلحتي وليداتك راه المجتمع حتى هو غيصلح. ما خصناش نكرو ولادنا طبيعه الحال. ورجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، كما تابعنا فالشارع المغربي يستنكر مثل هذه الافعال، اللي كنشوفوا ان الفنان ما نجمش عليه يتخلى على وليداته لا من قبل الصوره ولا بعدها، لانه الابن سند ليه. كنتوما بهكذا من قليل غنقول لكم حقنا وصلت نهايتها، كنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده، تبقوا على خير.